فريش موسم الرياض منطقة المربع. هو مطعم عبارة عن زيرو زيرو فرنسي، يعني أطباق ميكس في كمان أشياء. طبعا شوف أليكس هو اللي قاعد يجربنا ويعلمنا على أطباق الفريش تبعه، زي سوريا البان كيف وضغط وردرة ثانية في كمان ستين. طبعا في شفات سعودية هنا كمان بضمهم أنا، في شفة هم فايز معاهم. Thank you.